قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم مرة أخرى في مادة الرياضيات. معكم الأستاذ محمد السيد بلال، معلم خبير في مادة الرياضيات. هنكمل موضوع الجبر ونتكلم في جزء تاني من المصفات. هنتكلم دلوقتي عن بعض المصفات الخاصة. أول مصفة هتقابلني من المصفات الخاصة مصفة اسمها مصفة الصف. ايه هي بقى؟ هي المصفة التي تتكون من صف واحد واي عدد من الاعمدة الاعمدة. في هذه الحالة نقول ان الميم بتساوي كام؟ واحد. يبقى هي بتكون من صف واحد، يبقى س تساوي 1 7 5، ادي صف. طب كم عمود؟ 1 2 3. يبقى ديت اسمها مصفوفة على النظم 1 في 3. يبقى النظم 1 في كام؟ 3. ونسمي المصفوفة دي مصفوفة الصف لانها بتكون من صف واحد. يبقى ديت مصفوفة الصف. بعد كده هنتكلم مصفوفة العمود. ايه هي؟ هي المصفوفة التي تتكون من اي عدد من الصفوف وعمود واحد فقط. يبقى النون بكام؟ النون بواحد. هي بتكون من اي عدد من الصفوف وعمود واحد. زي المصفوفة ديت تتكون من كام صف؟ 1 2 3. كم عمود؟ عمود واحد. لو زي ما شايفك معايا يبقى دي اسمها مصفوفة على مصفوفة على النظم كام ديت؟ على النظم 3 في 1، 3 صفوف في عمود في عمود واحد. يبقى نسميها مصفوفة ديت العمود. تعال نتكلم عن مصفوفة تانية اسمها المصفوفة المربعة. المصفوفة المربعة هي المصفوفة التي تكون فيها عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة. عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة، يعني ميم بتساوي النون. يبقى هنا الصف بيساوي العمود. عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة، عشان كده بنسميها مصفوفة مالها مربعة. طيب المصفوفة المربعة اللي هي زي المصفوفة ديت، كام صف؟ ادي صفين. وكام عمود؟ عمودين. يبقى صفين، ادي صف الاول والصف الثاني، العمود الاول والعمود الثاني. يبقى المصفوفة دي اسمها مصفوفة مربعة على النظم 2 في 2. يبقى دي اسمها مصفوفة مربعة على النظم 2 في كام؟ في 2. طيب نكمل برضو نشوف مع بعض برضو مصفوفات. مصفوفة صفرية، تعال نعرف حاجة اسمها المصفوفة الصفرية. المصفوفة الصفرية هي المصفوفة التي كل عناصرها بتأصفر ورمزها مستطيل صغير. يبقى بنقول لها رمز مستطيل صغير، يبقى اسمها المصفوفة الصفرية. يبقى المصفوفة الصفرية اللي هي قدامنا ديت كل عناصرها أصفار. طبعا النظم كام؟ 1 صف 2 وكم عمود؟ 1 2 3. يبقى دي اسمها مصفوفة صفرية على النظم كام؟ 2 في 3. 2 في كام؟ في 3. طيب تعالى نتكلم عن حاجة اسمها مدور المصفوفة. مدور المصفوفة، ايه هو مدور المصفوفة؟ بيقول لك اذا بدلنا صفوف بالاعمدة والاعمدة بالصفوف بنفس الترتيب فاننا نحصل على حاجة اسمها مدور المصفوفة الف، وبنرمز له بالرمز ألف مد. يبقى ده الرمز بتاعها ألف مد. يبقى ده رمز المصفوفة مدور المصفوفة. ملاحظة بتقول لي، الملاحظة بتقول لي ان مدور المصفوفة بيديني نفس المصفوفة. يبقى مدور مصفوفة ألف، بعد كده ناخده مدور تاني يديني نفس المصفوفة، نرجع تاني المصفوفة الأساسية اللي هي مصفوفة مين؟ ألف. طيب بعد كده في حاجة اسمها مصفوفة الوحدة. ايه هي؟ هي المصفوفة مربعة جميع عناصرها اصفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي، الرئيسي، فهي تساوي الواحد ويرمز لها بالرمز اي. يبقى دي اسمها مصفوفة الوحدة. يبقى مصفوفة الوحدة هي مصفوفة مربعة، ادي واحدة ماشي، جميع عناصرها اصفار، بس في بقى عناصر القطر الرئيسي بتساوي الكام؟ الواحد. زي مين بقى؟ زي المصفوفة ديت. المصفوفة ديت لازم تكون مصفوفة مربعة. يبقى اي 2 في 2، يبقى مصفوفة الوحدة خلاص عناصرها كلها اصفار، بس القطر الرئيسي ده اسمه القطر الرئيسي، عناصر بتاعته كلها واحد. يبقى هنا واحد وهنا واحد،
وبقيه العناصر الموجوده هنا اصفار يبقى اسمها مصفوفه الايه الوحده على النظم 2 في ايه في 2. طيب تعال نشوف المصفوفه اللي بعد كده اللي هي مصفوفه الوحده على النظم 3 في 3. القطر الرئيسي ده يبقى لازم كل العناصر بتاعته بكام؟ بالواحد. بقيه العناصر بتاعتنا كام؟ اصفار، يبقى صفر هنا وصفر وصفر، خلاص يبقى دي اسمها مصفوفه على النظم 3 في 3 وفي نفس الوقت مصفوفه مربعه وايه وفي نفس الوقت هي مصفوفه وحده لان العناصر القطر الرئيسي كلها بالواحد وبقيه العناصر ايه؟ اصفر. طيب بيقول لي هنا المثال اذا كانت المصفوفه الف عباره عن كام؟ 3 و2 1 صف اول، صف الثاني 5 و0 وايه و4، والمصفوفه ب عباره عن صف اول اللي هو 3 و6 و9، يبقى دي مصفوفه خلاص مصفوفه كام صف؟ صف واحد وثلاث ايه اعمده، ثلاث ايه اعمده. عايز مني ايه؟ اوجد الف مد وبه مد، يعني عايز مدور مصفوفه الف ومدور المصفوفه ايه ب. تعالوا نشوف مع بعض. عايز نجيب مدور، مدور معناه ايه؟ ان انا الصف ده، الصف ده زي ما هو كده ناخده ونخليه عمود، الصف الاول نخليه عمود ايه اول، يبقى نقوله التلاتة اتنين واحد ده صف اول. بعد كده بناخد الايه الصف الاول نخليه عمود اول، بعد كده بناخد الصف الثاني، الصف الثاني بنفس الترتيب العناصر بتاعته ونخليها عمود ثاني، الصف الثاني ناخده ونخليه عمود ثاني، يبقى الخمسة زي ما هي خمسة اهيت. طيب الصفر اهو، الأربعة أصبحت اهيت، يبقى دي كده عملت دورت المصفوفة، يبقى الصف الأول خليته عمود أول بنفس الترتيب، الصف الثاني خليته عمود ثاني. لاحظ معايا المصفوفة ديت على النظم إيه؟ واحد اتنين، وكم كم صف؟ صفين، وكم عمود؟ واحد اتنين تلاتة، يبقى دي على النظم اتنين في تلاتة. طب تعالى بص المدور بتاعها، كم صف؟ واحد اتنين تلاتة، وكم عمود؟ عمودين، واحد اتنين، يبقى دي على النظم ايه بقى؟ تلاتة في اتنين. يبقى اذا كانت المصفوفة بتاعتنا على النظم كام؟ اتنين في تلاتة، اتنين في تلاتة، يبقى المدور بتاعها هيكون على النظم تلاتة في ايه؟ في اتنين. طيب تعالوا نشوفوا المصفوفة التانية بقى. المصفوفة ب عبارة عن 3 و6 و9، عايز نجيب المدور، المدور بتاعها بنعمل إيه؟ الصف ده حوله لعمود، يبقى الصف حولته لإيه؟ لإيه؟ لعمود، يبقى 3 وبعد كده 6 وبعد كده إيه؟ 9. لاحظ معايا المصفوفة ديت على النظم إيه؟ نظم 1 في 3، المدور بتاعها هيكون على النظم 3 في إيه؟ في 1. تعالوا نقول بقى حاجة تانية اسمها تساوي مصفوفتين، نتكلم على حاجة اسمها ايه؟ تساوي مصفوفتين. تتساوي مصفوفتين ألف وب إذا كان الشرط بقى الشرطين بتوعها واحد لهما نفس النظم، أدي أول حاجة. اتنين كل عنصر في ألف يساوي نظيره في ب، كل عنصر في ألف يساوي نظيره في ب، أي أن ألف صاد عين يبقى العنصر الموجودة اللي موجود في المصفوفة ألف بيساوي نظيره في المصفوفه ب اللي هو ب صاد ايه؟ صاد ع. طيب نشوف المثال ده كده مع بعض، يقول لي اذا كانت المصفوفه اللي هي 2 7 و2 و0 والمصفوفه 5 و3 و عين بتساوي المصفوفه 7 و س و0 ص و3 و4 او س و ص و عين. كويس، يبقى هنا عطيني مصفوفتين متساويين. طيب هل المصفوفتين دولت على نفس النظم زي ما شايف؟ فاحنا بنقول بقى طالما متساويتين مصفوفتين يبقى كل عنصر في المصفوفه الاولانيه يساوي نظيره في المصفوفه الايه؟ الثانيه. يبقى نقول هنا السبعه تساوي السبعه، الاثنين تساوي ايه؟ السين. يبقى هنا من التساوي السين تساوي الاثنين. طيب نرجع نشوف مع بعض، الصاد هتساوي كام؟ الخمس، يبقى هنا الصاد، هنا الصاد اهي هتساوي الخمس. طب ونقوله ايه بقى؟ ايه العين هتساوي كام؟ ايوه صح كده، يبقى العين هنا هتساوي الايه؟ الاربعه، يبقى العين هتساوي العنصر ايه؟ اربعه، يبقى ده من الايه؟ من تساوي المصفوفه دي.
طيب مثال تاني يقول لي إذا كانت المصفوفة اللي هي 3 وجيم ناقص دال صف أول، صف التاني 2 و1، صف التالت هي هو إيه و4، تساوي المصفوفة صف الأول 3 و5، صف التاني 2 وجيم زائد الدال، صف التالت جيم 7 زائد 4. أوجد الجيم والدال والهي، أوجد الجيم والدال والإيه والهي. طيب يلا نشوف مع بعض نقوله من تساوي، نبدأ نقوله من التساوي. هنلاحظ إيه؟ طبعا 3 بتساوي 3، خلصنا منها. طيب إيه بقى؟ جيم ناقص الدال هنا هتساوي 5، وسامي مع الله رقم 1. طب ندخل بقى 2 هتساوي 2، يبقى الواحد زائد بيتساوي الجيم زائد الدال، يبقى الجيم زائد الدال يساوي الكام؟ الواحد، يبقى الجيم زائد الدال يساوي الواحد، يبقى الجيم زائد الدال يساوي الايه؟ الواحد. طيب تعالوا بقى نعمل ايه؟ نحل المعادلتين دولت مع بعض. تعالوا من عملية الجمع ونشوف مع بعض ازاي بتعمل. بجمع 1 و2، هنجمع 1 و2، الجيم زائد الجيم بيساوي 2 جيم، موجب دال وسالب دال بصفر بيساوي 5 و1 6، يبقى 2 جيم بيساوي 6، 2 جيم بيساوي 6، اقسم على ال 2 يبقى الجيم بتساوي كام؟ 3. يبقى انا كده عرفت قيمه الجيم بيساوي كام؟ 3. بعد ما اجيب ده الجيم نعوض في المعادله رقم 2 عشان نجيب قيمه الدال. تعالى عوض عن الجيم بكام؟ ب 3. يبقى نقول له 3 زائد الدال بتساوي الواحد، 3 زائد الدال بيساوي الايه؟ الواحد. ماشي، ومنها الدال تساوي ايه؟ سالب 2، يبقى دال تساوي 1 سالب 3، يبقى الدال بتساوي سالب ايه؟ 2. يبقى انا كده عرفت الجيم ب3 والدال بسالب كام؟ 2. فاضل لي مين؟ الهي. يبقى الهي برضه من التساوي هتطلع بكام؟ يبقى من التساوي هنلاقي ان الهي بتساوي كام؟ يبقى الهي ديت هتساوي العنصر كام؟ 7. يبقى هي بتناظر مين؟ العدد 7، يبقى هي بتساوي كام؟ إيه؟ 7. برضه ناخد مثال تاني. مثال بيقول لي إذا كانت السين بتساوي مصفوفة عبارة عن 2 ألف زائد 1 و3 سالب ب، وهي تربيع وهي أس 3 وجذر ج وسالب د و5، والمصفوفة ص عبارة عن 1 و3 صف أول، 2 و4، 8 و5. هنا المصفوفة ديت ص عبارة عن 3 صفوف في عمودين، المصفوفة س عبارة عن صفين في 3 أعمدة. فبقول لي إيه؟ أوجد الألف والب والجيم والدال والهي. يبقى أنا عندي كام مجهول؟ 1 2 3 4 5. إذا علم إن السين تساوي ص مدور أو مدور الإيه؟ الص. طيب هنا بيقول لي إيه؟ إن السين تساوي مدور الص. يبقى تعالى نقول مع بعض، حط السين زي ما هي، يبقى نضع السين زي ما هي ونيجي على الصاد نعملها ايه؟ وندورها. يبقى هنلاقي هنا السين تتحط زي ما هي، عناصر السين تتحط زي ما هي. طب نعمل ايه للصاد؟ نعملها مدور. يبقى نقول الصف نخليه عمود، يبقى صف اول خليته عمود اول، صف ثاني عمود ثاني، صف ثالث خليته عمود ايه؟ ثالث، بنفس الترتيب بنفس الايه الترتيب. هنا هنلاقي ان الايه؟ المصفوفتين دول مالهم؟ هو بيقول متساويين. طب تعالى نساوي بقى كده ونشوف من التساوي هيحصل ايه. من التساوي هلاقي ان 2 ألف زائد 1 يساوي 7، يبقى 2 ألف زائد 1 بيساوي 7، ومنها 2 ألف بتساوي 7 ناقص 1 بيساوي 6، اقسم على الاثنين يبقى الألف بتساوي كام؟ 3. يبقى 2 ألف بتساوي 6 ومنها الألف بتساوي كام؟ 3، لما نقسم على الاثنين. يبقى كده عرفنا قيمة مين؟ الألف. طيب نرجع نقوله بقى، 3 ناقص الب والمصفوفة الأولانية يساوي مين؟ يساوي الاثنين، أهو بيساوي نظيره هنا بكام؟ الاثنين. يبقى 3 ناقص ب يساوي 2، يبقى 3 ناقص، نعمل إيه بقى؟ نبدل، ندخل الاثنين جوه ونطلع الب بره مع تغيير الإيه؟ إشارة كل واحد. ماشي؟ يبقى نقوله هنا إيه؟ يبقى 3 ناقص 2 بيساوي الب، ومنها الب هتساوي 3 ناقص 1 بيساوي كام؟ 3 ناقص 2 يساوي كام؟ الواحد. يبقى البي طلعت لنا بكام هنا؟ طلعت لنا بالايه؟ بالواحد. طيب شوف بعد كده الهي اس 3 بتساوي 8، الهي اس 3 بتساوي كام؟ 8. طيب انا عايز قيمه الهي، خد الجذر التكعيبي، خد الجذر الايه؟ التكعيبي. يبقى هي
أس 3 بتساوي 8، يبقى الهي بتساوي كام؟ لما ناخد الجزء التكعيبي يبقى الهي تطلع بكام؟ بإيه؟ بالاتنين. بكده عرفت الألف بكام والب والا واله. طب تعال نكمل، تعالوا نجيبه ايه بعد كده؟ جذر الجيم بيساوي 3، جذر الجيم جذر تربيعي للجيم بيساوي كام؟ التلاتة. طب انا عايز نجيب قيمة مين؟ التلاتة او الجيم. نعمل ايه؟ بتربيع الطرفين، ربع معايا، يبقى الجيم بتساوي 3 في 3 ب 9، يبقى الجيم بكام؟ ب 9. لما تربع الجذر يدينا ما تحت الجذر، وال 3 في 3 بكام؟ ب 9، يبقى انا كده عرفت ليه. طيب تعالى بقى نكمل ونشوف مع بعض مين الدال. سالب الدال بتساوي 4، سالب الدال هنا بتساوي كام؟ 4. طب ومنها هنلاحظ ايه؟ ان سالب الدال بتساوي 4، يبقى اذا الدال بتساوي سالب ايه؟ 4. بتضرب في سالب 1 يبقى الدال هنا هتساوي كام؟ 4. يبقى انا كده حصلت على الالف والب والجيم والدال والايه والهي. وفي نهاية الحلقة أتمنى أن تنال إعجابكم، مع تحيات الأستاذ محمد السيد بلال معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب، قناة الأستاذ التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.